في أي مكان تعيش فيه في العالم، وأينما كنت، اعلم أن هناك من يفكر بك، اعلم أن هناك من يعلم بأحوالك، بفرحك وأحزانك. في الزردشتية اسمه ساوشيانت المنتصر، وفي البوذية بوذا الخامس، وفي الهندوسية كالكي أفاتار، اسمه عند اليهود المشيح، وعند المسيحيين مذكور في الإنجيل باسم ابن آدم، وفي الإسلام اسمه المهدي. في أي وقت تقع فيه بمشكلة، في أي وقت تشعر فيه بالحزن، في أي وقت تظن فيه أنك أصبحت وحيدا، فقط فكر فيه بصدق، استعن به فإنه يعينك. قل يا صاحب الزمان أدركني، وسيكون معك وبجانبك.